خلينا ننتقل للعقيد ياسر الهبهبة، مدير إدارة الدوريات الخارجية. صحيح. لنتعرف أكثر عن كمان الحالة المرورية التي تتعلق بالحركة الخارجية. يعني إحنا بنعرف إحنا مش بس عمان وباقي المحافظات، وأكيد في كثير من الأشخاص يمكن كمان بيتنقلوا بشكل يومي ما بين عمان والمحافظات. نتعرف أكثر على الحالة المرورية من خلالك عقيد ياسر. نعم، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير مرة أخرى لك ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين، ويوم مبارك على الجميع. وحقيقة يعني منذ دخول المنخفض الجوي وبدء حالة عدم الاستقرار الجوي، قامت إدارة الدوريات الخارجية من خلال كوادرها المنتشرة على الطرق الخارجية ومن خلال المحطات وبعزم من عطوفة مدير الأمن العام مباشرة، يعني تم متابعة الحالة الجوية على الطرق الخارجية. نعم. تم تنفيذ الخطة المرورية اللي تنفذ في مثل هذه الظروف، وتمت متابعة حالة الطرق والحالة الجوية على الطرق الخارجية، وتم تمريرها وباستمرار لغرفة العمليات للتعامل مع هذه الظروف. حقيقة بالأمس يعني وفي ساعات الفجر، الساعة الثالثة فجرا، يعني شهدت منطقة المريغة ومنطقة رأس النقب ومنطقة ثارة عصفور في محافظة جرش بعض الزخات الثلجية، ولكن يعني سرعان ما تلاشت، وكان هناك تعاون مستمر ما بيننا وما بين مديريات الأشغال في المحافظات للعمل على فتح الطرق أولا بأول. الحمد لله يعني كانت في بعض المناطق شهدت تراكمات، لكن لم تؤدي إلى إعاقة حركة السير على الطرق الخارجية. أيضا يعني منذ ساعات الصباح الباكر، وبحمد الله كانت هناك متابعة من قبل دوريات ومحطاتنا لجميع الطرق الخارجية، وأؤكد على أنه جميع الطرق الخارجية سالكة والحمد لله، لم تشهد إعاقة لحركة السير نهائيا. ومن خلال يعني هذا المنبر أؤكد أنه في مثل هذه الظروف يعني لابد انه جميع السائقين يعني عدم الحركه الا للضروره القصوى، واخذ اقصى درجات الحيطه والحذر، والتعاون مع رجال الامن العام المنتشرين على الطرق الخارجيه او رجال السير المنتشرين داخل مراكز المحافظات. وادعو الى يعني في مثل هذه الظروف حقيقه الى تخفيف السرعه قدر الامكان، تخفيف الانطلاق السريع وعدم استخدام الكوابح بشكل مفاجئ او الانعطاف المفاجئ. ايضا يعني اؤكد على دائما الاتصال على رقم الطوارئ الموحد اللي هو 911 من خلال مديرية الامن العام، و للاطلاع على حاله الطرق قبل الانطلاق باي رحله. نعم. بس سؤالي الاخير، يعني هل في تسجيل لحوادث على الطرق الخارجيه؟ امبارح قرانا بالامس للاسف يعني في حادث حصل في منطقه القطرانه، فكيف نسبه الحوادث؟ ان شاء الله تكون قليله. يعني هو حقيقه حدث امبارح، وقع حادث تدهور منطقه القطرانه باتجاه الجنوب لاحد المركبات الخصوصي. نعم. وللاسف يعني نتج عنه وفاه السائق واصابه زوجته وحالتها العامه متوسطه. يعني كان هذا أبرز الحوادث. لا شك أنه تعاملنا مع بعض الحوادث الأخرى اللي ضمن اختصاص المملكة في على طرق الخارجية. بعض هذه الحوادث كان بسيط ونتج عنه أضرار مادية، وبعضها كان يعني أنتج عنه بعض الإصابات البسيطة والحمد لله، لكن كان هذا أبرز الحوادث اللي وقعت في منطقة القطراني ونتج عن وفاة أحد الأشخاص رحمة الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمهم جميعا، وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.